بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله مع الحلقة السادسة من حلقات مراجعة دروس الإمسات على بركة الله نبدأ الحلقة عندنا الحلقة النهاردة مقسمة إلى ثلاث أجزاء هنتكلم عن Arithmetic Sequence اللي هي المتواليات الحسابية والجيومتريك سيكونس اللي هي المتواليات الهندسية وبعد كده عندك الجبريك اكسترا اكزامبل يعني مجموعة متنوعة من الأسئلة على الجبر مثلا هنبدا من الارثمتيك سيكونس عندنا المتواليه الحسابيه عباره عن ايه طبعا عندنا مجموعه من الارقام في تسلسل بالطريقه دي تلاحظ ان انا عندي 2 5 8 هكذا يعني معناها كامنه معناها هنا كل مره بزيد من 3 بزيد هنا 3 وهكذا يبقى هنا اذا مقدار الزياده ثابت فبنسميها ارثمتيك سيكونس نفس الكلام من 49 اصبحت 45 يعني طرحنا 4 هنطرح هنا نفس الكلام 4 نطرح نفس الكلام من أربعة يبقى, يبقى عندنا أن سيكونس أو المتتابعة هندسية الحسابية يبقى إذا دي عندنا متوالية حسابية وبالتالي نخلي بالنا الرقم الأول بنسميه فيرست تيرم اللي هو الحد الأول فيرست تيرم أو بنسميه الحد الأول الرقم اللي بعديه بنسميه سكند تيرم أو بنسميه الحد آه الحد الثاني وهكذا الحد الثالث والرابع وهكذا لغاية ما نخلص منها نيجي بقى لجزئيه مهمه جدا اللي هي جنرال تيرم فورمولا كيف اوجد القاعده العامه لمين لهذه المتواليه القاعده العامه عندنا قانون بسيط لازم نبقى حافظينه إنها ان ال ان بيساوي اي واحد زائد ان ناقص واحد مضروب في D حيث ال ان دي عباره عن انث تيرم يعني هو الحد النوني بنسميه بالعربي اي واحد عبارة عن اللي هو فيرست تيرم لسه جايين عليه من شوية هو الحد الأول الإن دي عبارة عن التيرم بوزيشن يعني أنا عايز الحد رقم كام الأول ولا الثاني ولا الخامس ولا ولا العاشر وهكذا وبالتالي ال دي هتبقى عندنا أعداد صحيحة موجبة أعداد صحيحة موجبة وبالتالي عندنا ال دي عبارة عن كومن ديفرنس الكومن ديفرنس عبارة عن مين بنطرح الحد الثاني ناقص الحد الأول أو الحد الثاني ناقص الثالث ناقص الحد الأول وهكذا a third. يبقى اذا الكومن ديفرنس عباره عن حاصل طرح اي حد من الحد الذي ايه الذي يسبقه مباشره وبالتالي نخلي بالنا منها الجزئيه يعني مثلا مثال بسيط زي كده انا لو عايز ايه 14 يعني الحد اللي هو رقم 14 عباره عن مين عباره عن اي 1 زائد طبعا ان ان ب 14 14 ناقص 1 يساوي كام 13 يبقى نخلي بالنا دايما الرقم اللي مع الدي معامل الدي اقل من الدليل بتاع الدليل الخاص بمين الحد اللي احنا عايزينه باقل منه بكام واحد يبقى خلي بقى. يعني لو طالب مثلا من ايه عشره يبقى دايركت اكتب كده دا ايه واحد زائد تسعه دي وهكذا نيجي نخلي بالنا زي ما قلنا ديفرنس الكومن ديفرنس عباره عن مين؟ عباره عن قيمه اي حد ناقص الحد الذي يسبقه اي حد من حدود المتتاليه نطرح منه الحد الذي يسبقه مباشره وبالتالي ناخذ الجزئيه الثانيه من الاجزاء اللي هي ازاي اوجد مجموع المتواليه الحسابي. كيف اوجد متواليه مجموعه المتواليه الحسابيه؟ عندنا قاعده بسيطه اذا كان عندي ان من الحدود فالقاعده بتاعتنا بتقول ايه ان اس ان بيساوي ان على 2 في 2 اي 1 زائد ان ناقص 1 مضروب في مين في الدي واحنا عرفنا ان الاي 1 هي عباره عن ترم تيرم الان عباره عن نمبرز اوف تيرمز اما التي اللي هي عباره عن الكومن ديفرنس الموجوده عندي اللي احنا قلنا عليها من شويه. طيب نيجي بقى قانون تاني برضو الكلام ده اقدر استخدمه اذا كان عندي الحد الاول معروف كام وعندي عدد الحدود كام وعندي طبعا الدي اللي هي common difference بكام اما اذا علم الحد الاول والحد الاخير اعرف على طول اقدر او اقدر استطيع بكل بساطه ان انا استخدم هذه القاعده اللي هو الشكل الثاني من مين؟ من القاعده ان اس ان بيساوي ان على 2 عدد الحدود على 2 مضروب في قيمه الحد الاول زائد قيمه الحد الاخير وبالتالي اقدر اجيب مجموع هذه المتواليه الحسابيه. تعال نشوف سؤال من الاسئله البسيطه بيقول اذا كان عندنا 3 على 4 واكس و1 على 12 والى نهاية هيكلة متوالية حسابية فإن قيمة إكس بكام؟ يبقى أنا عندي هنا متوالية حسابية فأنا عايز قيمة مين؟ قيمة إكس. طب إحنا قيمة إكس قلنا من شوية إن نكتب المتوالية الحسابية ده معنا يبقى أنا عندي 3 على 4 وبعد كده عندنا الإكس وبعد كده عندنا 1 على كام؟ 1 على 12. هنا ممكن نحلها بأكثر من طريقة ممكن أجيبها عن طريق الكومن ديفرنس اللي هو حرف الـ D. الـ D عبارة عن مين؟ إحنا عبارة عن قلنا أي حد ناقص الحد الذي يسبقه وبالتالي عندنا إكس ناقص ثلاثة على أربعة هتساوي مين؟ أيضا بتساوي واحد على اتناش ناقص إكس يبقى واحد على اتناش ناقص مين ناقص إكس أصبحت معادلة بسيطة أقدر أحلها بكل سهولة أرحل الإكس مع الإكس يبقى عندنا إكس طبعا دي سالب إكس هتيجي هنا بإشارة مخالفة أتحول إلى موجب مين؟ موجب إكس عندنا واحد على اتناش وطبعا دي هتتحول إلى علامة زائد لأن دي طبعا سالب 3 على 4 وبالتالي هتحول إلى موجب كام؟ 3 على مين على 4؟ طبعا نقدر نوحد المقامات هنا إن أنا أضرب بـ في 3 يبقى أضرب هنا في 3 وبالتالي النتيجة النهائية تبقى كام؟ يعني النتيجة النهائية عندنا 9 و1 يبقى كام؟ يبقى عندنا 10 على مين على 12. طيب أنا عندي إكس وإكس يبقى عندنا 2 إكس هيساوي 10 على 12 أقسم على الاثنين اللي, اللي هي معامل الاكس احصل قيمة الاكس بكام عندي بخمسة على مين على 12 هذه بالنسبة لمين بالنسبة لهذه النوعية من الاسئلة طبعا ممكن نحلها حل تاني بطريقه تانيه برضو ان انا عندي طالما دي متواليه حسابيه يبقى نقدر نقول ان انا عندي الاكس وعندنا واحد على 12 ودي 3 على أربعة يبقى اقدر اقول ده الاكس عباره عن ايه؟ متوسط حسابي ما بين المين الايه الواحد والاثنين ثلاثة على أربعة وواحد على 12 طب المتوسط الحسابي يساوي يبقى مجموع الأول زائد الثالث يساوي اثنين مضروب في مين في المتوسط وبالتالي يبقى عندك هنا اثنين ضرب اكس باثنين اكس واجمع الاثنين دوت مباشرة اللي هي واحد على اتناش زائد ثلاثة على مين على اربعة نفس الخطوات هي هي نفسها وتبدا تحصل النتيجة النهائية نشوف سؤال اخر على المتواليه الحسابيه بيقول الحد الرابع من المتوالية متواليه حسابيه مثلا هو عباره عن 10 والحد السادس طالما مثلا كده يبقى ابدا الخص المساله احول الكلام مكتوب من عربي او مكتوب من انجليزي احوله الى رياضيات ايه هو الحد الرابع يبقى لازم اعرف انه ايه 4 بيساوي 10 طيب وايه تاني اقدر اقول ان ايه 4 باستخدام الحد العام احنا قلنا عليه عباره عن ايه 1 زائد 3 دي يساوي كام يساوي 10 طيب الجزء الثاني الحد السادس، طيب الحد السادس بكام؟ ب 16، طيب A6 إيه يساوي كام؟ ايضا A1 إيه زائد 5D يساوي 16، اصبح عندي معادلتين احطهم تحت بعض كده واحلهم سواء بالجامع او بالطرح زي ما انت عارف. هنا طبعا من حسن الحظ A1 إيه نفسها A1 إيه وبقدر اطرح الاثنين من بعض وفي الطرح قلنا لازم نعمل ايه؟ نغير الاشارات وبدي تبقى سالب وهنا تبقى سالب وهنا تبقى, تبقى كام؟ سالب وبالتالي النتيجه النهائيه تبقى كام؟ طبعا 2D بتساوي 6. اقسم على اثنين احصل قيمه الدي يساوي ثلاث اللي هي الكومن ديفرنس اللي موجوده عندي اللي هي كل مره بنزيد كم يعتبر هنا في المساله بنزيد كامية. طبعا انا جبت الدي مطلوب مني اجيب a 1 عشان اقدر اجيب المتتاليه او المتتابعه الحسابيه اللي معاي وبالتالي اعوض في اي معادله عوضنا احنا في المعادله اللي هي الاولى اللي هي a 1 بلس 3 دي ايكوال 10 عوضنا عن الدي بكام بثلاث وبالتالي احصل قيمه الاي واحد بكام واحد لان عندنا تسعه هتروح بشر مقال في ب 10 ناقص تسعه يساوي كام واحد وبالتالي المتوالية الحسابية عباره عن مين واحد واربعه وسبعه و وهكذا طلب ليه واحد لان اي واحد بواحد الحد الاول بواحد طب الدي معناه انا كل مره بزيد بثلاث كل مره ازيد ايه ثلاث وبالتالي أه. هتحل السؤال طب في طريقه تانية ممكن نحل بها ونخلي بالنا منها بس دي محتاجه انتباه شويه ايه هي ان انا عندي اي 4 و 6 في علاقه تربط ما بينهم ان اي ان يساوي اي كي زائد ان ناقص كي مضروبه في الدي طب اي ان هي عباره عن مين عباره عن ال والاي هي اللي عباره عن مين يعني الاي ان هي الكبيره والاي اللي هي الاصغر وبالتالي عندنا 16 يساوي 10 والان اللي هي 6 على الحد رقم 6 والحد رقم كام 4 يساوي من هنا اقدر اجيب قيمه الدي مباشره اللي هي بكام ب 3 يبقى اذا لو انا عوضت باستخدام القاعده دي قاعد اعوض بها عادي، يعني. طب نخلي بالنا هنا مثلا هنا ايه واحد مش هنكتبها هنا بقى بتساوي كذا، لا انا هكتب قانون ثاني، طب عرفناها ازاي ان ايه واحد بيساوي ايه اربعه ناقص 3 دي، تعال نشوف مع بعض، انا عندي المتتابعه الحسابيه عندنا ايه واحد، اللي بعدها لازم ازود دي يبقى ايه واحد زائد دي، اللي بعدها ايه زائد 2 دي، طبعا ايه واحد، وبعد كده ايه واحد زائد 3 مين 3 دي ده تلاحظ ان انا عندي الحد الرابع عشان ارجع ل A1 يبقى لازم اطرح كام دي منها لازم اطرح 3 دي يبقى اطرح دي ثم دي ثم دي ارجع لمين لل A1 وبالتالي عندنا A1 تساوي ايه A4 اللي هي الحد الرابع اطرح منه 3 دي وبالتالي قاعده سليمه 100% في شيء مثلا اعوض بقى بالارقام اللي عندي عندنا اي 4 ب 10 وعندي آه 3 طبعا مضوع في الدي هنا ب 3 تبقى تحولت الى 9 10 9 يساوي 1 يبقى اذا اي 1 حصلت قيمتها بكام؟ ب 1 وبالتالي النتيجه النهائيه بكام؟ 1 4 7 وهكذا يبقى عندي طريقتين للحل ايهما تستخدم في الحل طريقه صحيحه ما فيش اي مشاكل ولكن الحل الثاني انتبه من ايه 1 طب انا افرض عندي A1 وكتبت دي A5 مثلا يبقى لازم تبقى دي 4 4D انا هطرح 4D منها عشان اقدر ارجع لمين للحد الاول زي ما هو اللي هو A1 ادي بالنسبه لمين بالنسبه لهذه الجزئيه فنخلي بالنا من طريقه الحل تعالى بقى نشوف سؤال اخير على بالنسبه للمتوالي الحسابيه بيقول اوجد مجموع اول 15 رقما تنتهي بالرقم 5. ايوه هنا هنا فيها فكره بقى ان انا اولا لازم اعرف ايه المعنى اللي هو كاتبه ده اولا رقم ينتهي بالرقم خمسه يبقى هبدا بخمسه مين بعديه يبدا اخره خمسه اللي هو 15 مين اللي بعديه كمان خمسه وعشرين وهكذا يبقى خمسه وثلاثين وهكذا يبقى ده معناها إيه؟ ان انا عايز الارقام اللي تنتهي بالرقم خمسه الارقام اللي تنتهي بالرقم خمسه. طب أنا عايز أوجد مين مجموع ال 15 رقم، أيوه يبقى أنا أولا عندنا أي واحد موجودة قيمتها بكام؟ خمسة ونقدر نحصل الدي اللي هو common ديفرنس، لو أطرح الحد الثاني مثلا من الحد الأول يبقى إذا 15 ناقص الخمسة يبقى أحصل قيمة الدي بكام؟ 10. طب أنا عندي هنا الحد الأول وعندي الدي يبقى أستخدم الصيغة الأولى لقانون المجموع اللي هو مين؟ اللي هو اس ان يساوي ان على اثنين مضروبة في اثنين إيه واحد زائد ان ناقص واحد دي أبدأ أعوض أنا عايز مجموع ال 15 حد يبقى إذا S 15 يبقى إذا 15 على اثنين مضروبة في اثنين إيه واحد اللي إحنا لسه حصينا عبارة عن كام؟ خمسة زائد ان ناقص واحد طب 15 ناقص واحد يعطيني كام؟ 14 مضروبة في الدي اللي هي كام؟ اللي هي 10 يبقى عندنا على اثنين مضروبة طبعا هنا عشرة زائد مية واربعين وبالتالي يبقى عندنا خمستاش على اثنين ضرب مية وكام مية وخمسين طبعا طبعا دي ممكن نحلها بايه بالحاسبة او تحلها يدوي اللي انت عايز يعني النتيجة النهائية تبقى الف مية خمسة او كام وعشرين وكده الناتج ايه دي لي بالنسبة لي كان اخر سؤال على المتتالية الحسابية في حلقتنا اليوم تعالى بقى نرجع لمين للمتوالية الهندسية المتوالية الهندسية لها قواعد برضو ونخلي بالنا منها لأن قواعدها مختلفة شوية عن قواعد المتتالية المتوالية الحسابية فريد نخلي بالنا طبعا هنا بالنسبة للمتوالية الهندسية تلاحظ أن مثلا مثال ثلاث ستة اتناش وهكذا معناه أن كل مرة هنا بعملها يا إما أضرب يا إما أقسم فهنا ضربت هنا مثلا في اثنين هنا ضربنا في اثنين ضربنا في اثنين وهكذا طب وهنا قسمت مرة على ثلاث قسمت مرة أخرى على ثلاث، قسمت مرة أخرى على مين؟ على ثلاث، وبالتالي دي بسميها جيومتريك Sequences أو بنسميها متوالية أو متتابعة حسابي هندسية سوري. يبقى دي بنسميها متوالية هندسية. طيب، يبقى إذا نفس الكلام، أول رقم هو بنسميه فيرست تيرم ثاني رقم، سكند تيرم وهكذا، يبقى المسميات، نفس المسميات اللي إحنا قلناها من شوية، في المتتالية الحسابية. طيب نيجي بقى للجنرال تيرم فورما هنا القانون الحد العام او قاعده الحد العام كيف اجيب الحد العام في المتتاليه الهندسيه طبعا القاعده قدامنا اللي هي ان بتساوي اي 1 ار اس ناقص واحد تخلي بالك دائما الرقم اللي هو دليل او او الرقم ترتيب الحد اللي عندنا هنا الاس اللي هنا اقل منه دايما بكام اقل منه بواحد وخلي بالنا طبعا دي زي ما قلنا ان الثيرمس يعني الحد رقم نون او الحد النوني والاي واحد بنسميه الفيرست تيرم اما الان هنا الترم بوزيشن نفس الكلام اللي احنا قلناه من شويه اما الار هنا بنسميها كومن ريشيو او النسبه الثابته اللي ما بين الحدود النسبه الثابته ما بين الحدود طيب نيجي, أو نيجي بقى لمثال مثلا لو انا عايز مثلا ايه مثلا عشرة يبقى اذا خلي بالك ان هنا ايه واحد ثابته ولكن التسعه هنا كام اقل من هذا الدليل بكام اقل منه بواحد دائما نخلي بالنا اما الار عباره عن إيه حاصل قسمه اي حد مقسوم على الحد الذي يسبقه يبقى إيه ان على إيه ان ناقص واحد هذه بالنسبه مين للتعريفات الاساسيه الخاصه بالمتواليه الهندسيه تعالى بقى نشوف ازاي نوجد المجموع هنا المجموع مختلف شويه في مين في المتواليه الهندسيه ليه لان انا عندي لو عايز مجموع n من الحدود فما بكتبها بالطريقه دي اس ان بيساوي a 1 ناقص a 1 ار اس ان على واحد ناقص ار نخلي بالنا نقدر نأخذ ال a 1 عامل مشترك احصلها بالشكل اللي قدامنا في بعض الكتب هتلاقوها كاتبينها كده برضو ان ايه واحد في ار اس ان ناقص واحد على ار ناقص واحد مش هتفرق معانا هي هي نفس القاعده لان هنا لو خليتها بالطريقه دي او خليتها بالطريقه تبقى فرق فيها اشاره في البسط واشاره في المقام فبيضيعوا مع بعض الاشارات فما فيش اي مشاكل فيها باذن الله. دي بالنسبه لمين؟ لو عندي عايز مجموع عدد من الحدود، طب نخلي بالنا طبعا احنا قلنا الاي واحد مين والان بمين والار عباره عن ايه؟ طب إذا كانت القيمة المطلقة للآر أقل من واحد يعني مثلا نص ربع تلت سلب نص خمس وهكذا إيه اللي يحصل هنا فالحالة الحالة دي أقدر أجيب مجموع المتتالية الحسابية إلى ما لا نهاية اللي هي S infinity بيساوي A واحد اللي هو الحد الأول على واحد ناقص ال R الموجود عندي وزي ما قلنا احنا دي عبارة عن first term وال R هي عبارة عن common ratio هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة للقواعد الخاصة بمين؟ بالمتوالية الهندسية، فنخلي بالنا، عارف القواعد هذه؟ تقدر تحل أي مسألة على المتوالية الهندسية، مش عارفها طبعًا مش هينفع نحل حاجة من الحياة أو أي سؤال من الأسئلة اللي ممكن تجي في الاختبار. تعال بقى نشوف سؤال على الكلام ده، بيقول لي ما هو الحد العاشر؟ طبعًا سهل الحد العاشر معناها إيه؟ أنا عندي إيه واحد معروفة هو رقم، طيب انا أه محتاج عندي آه هل هي هنا هنا مريحني بيقول لي متتاليه هندسيه يبقى خلاص عرفت انها متتاليه هندسيه اما اذا قال لي أوجد لحد العاشر وهو غير محدد نوع المتتاليه يبقى لازم انا احدد نوع طب اعرفها ازاي هنا هل هنا لو انا زودت رقم يطلع نفس التسلسل بتاعنا لا لاحظ ان انا لو قسمت السالب 12 على 4 احصلها ك احصلها سالب 3 لو قسمت سالب 6 اللي هو موجب 36 على سالب 12 احصلها سالب 3 وبالتالي هنا فيها نسبه متساوية وبالتالي دي تبع متتاليه هندسيه يبقى اذا عندنا اي بكذا والـ والار بيساوي كام اقسم اي حد على الحد الذي يسبقه يبقى اذا سالب 12 على 4 وبالتالي سالب كام سالب 3 نبدا بقى نستخدم قانون الحد العام اللي هو عباره عن اي ان يساوي اي 1 ار اس ان ناقص 1 اعوض تعوض مباشر يبقى عندنا الاي 1 ب 4 وعندنا الار بكام بسالب 3 اعوض به طبعا عندي 10 ناقص 4، واحد بيساوي 9، وبالتالي هتبقى 4 في سالب 3 أس 9، وبالتالي طبعا حسبتك وتقدر تحسب القيمة دي بكام بالظبط، اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن اي 10 بيساوي سالب 78732. الف الف هذه بالنسبة لمسألة ومسألة بسيطة جدا. يبقى تعالى بقى نشوف نوعية ثانية من الأسئلة على الجيومتريك سيكونس. اللي بيقول الحد الاول من متتاليه هندسيه، يبقى نفس الكلام، لابد من ترجمه الكلام المكتوب بالعربي او المكتوب بالانجلش الى رموز رياضيه. طب متواليه هندسيه خلاص عرفت ان فيها A1 R طيب انا عندي الحد المين الحد الاول يبقى هو ده عباره عن A1. A1 equal a واحد A1 ايكوال A. طب والحد الرابع؟ اه طالما الحد الرابع يبقى A4 يساوي 64. طب انا عايز اكتب ايه 1 طب ايه 1 مفيش ما ما ملوش ما قاعده هي ايه 1 هي نفسها ايه 1 المشكله في مين فعندنا اللي هي اي 4 اي 4 بيساوي كام عندي اللي هي عباره عن ار 4 يساوي اي 1 ار اس 3 موجود عندي قيمه اي 1 اللي هي هنا وموجود عندي قيمه الاي 4 اللي هي دي يبقى اقدر اعوض عنهم ومن خلالها اقدر احصل قيمه الار طبعا هنا عشان احصل قيمه الار لازم احلها كمعادله وبالتالي اقسم على 8 ثم اخذ الجذر التكعيبي للطرفين احصل الار بكام احصل الار بيساوي 2 حصلنا قيمة الار حص وعندنا قيمة الحد الاول من خلالها اقدر اجيب المتتالية الحسابية ذات نفس المتتالية الهندسية وبالتالي اقدر أو... وكمان اوجد مين المجموع اللي هو بيقول لي عليه بيقول لي حدد مجموع العشر حدود الاولى طيب عندي, عندي طالما عندي الآر وعندي الاي A1 يبقى أقدر أستخدم هذا القانون، وبالتالي عندنا خلي بالك هنا الآر أكبر من واحد وبالتالي لا يمكن جمعها إلى لا نهاية، لأنها دي هتبقى آية متتالية هنا تباعدية، وبالتالي SN بيساوي اي 1 في 1 ناقص R و SN على 1 ناقص R، أبدأ عملية التعويض عن مين ومين؟ عن الـ A1 والـ R، أعوّض بيها هنا لو بتعالى نعوض كده يبقى احصل ايه 1 ب 8 1 ناقص 2 اس 10 على 1 ناقص 2 طبعا بالحسابه ممكن اجيبها مره واحده اللي هي 8184 هذه بالنسبه مين لمساله بسيطه بالطريقه دي يبقى انت اهم حاجه اعرف القواعد عرفت القواعد بتلاقي المساله سهله جدا ما فيهاش اي مشكله سؤال اخر بيقول اكتب قاعدة للحد النوني من المتابعة او write a rule for the, the nth terms of the sequence طب اولا هنا ما انا مش عارف هل هي متتابعة حسابية ولا متتابعة هندسية يبقى لازم احدد النوع طب اولا هنا الثمانية ب 12 لو قلنا هنا طرحنا 4 طب هل هنا ينفع اطرح 4 لا تديني سالب 16 وبالتالي دي نط ارثماتيك سيكونس يعني ليست متتالية حسابية وبالتالي لو انا لاحظت ان انا السالب 12 اقسمها على السالب 8 طبعا سالب مع سالب تتحول الى موجب قسمت على 4 يبقى 3 على كام؟ لا 2 طب لو قسمت سالب 18 على سالب 12 ايضا احصلها 3 على 2 لو قسمت سالب 27 على سالب 18 ايضا احصلها قسمتها كام؟ 3 على 2 وبالتالي المساله اللي عندي او المتتاليه اللي عندي هتبقى عندنا جيومتريك سيكونس جيومتريك سيكونس يبقى اذا لازم احدد نوع الجيومتريك السيكونس اللي عندي عشان احدد هل انا أستخدم قواعد الـ هستخدم قواعد الجيومتريك سيكونس ولا استخدم قواعد الارثمتيك سيكونس ودي مهمه جدا عشان ما ينفعش استخدم قواعد الارثمتيك مع في الجيومتريك والجيومتريك مع في الارثمتيك وهكذا فنخلي بالنا مع عمليه التحديد وبالتالي ابدا احل عادي عند اي اي 1 ب وعندنا مين الاي 2 بسالب 12 اقدر اجي اكتب قانون او القاعده العامه او قاعده الحد النون اللي عندي وابدا عمليه التعويض طبعا الار جبناها ازاي اقسم اي حد على الحد الذي يسبق اي حد من الحدود اللي عندي اقسم على الحد الذي يسبق يعطيني مين؟ يعطيني الار اللي هي 3 على كام؟ على 2 وبالتالي عمليه التعويض البسيطه ان انا عندي اي واحد بسالب 8 والار موجوده عندي 3 على 2 اس كام؟ ان انا هو ده عباره عن مين؟ الحد النون اللي طالبه مني فيه السؤال ويبقى المساله كده انتهت بكده خلصنا بعض الأمثلة اللي هي بسيطة على الجيومتريك سيكونس تعال بقى نشوف بعض الأسئلة المتنوعة على مين على موضوعات الجبر فمثال أول بيقول تتناسب تكلفة أجرة التاكسي اه يبقى انا عندي هنا التاكسي تتناسب اجرته بكام طرديا مع المسافه يبقى خلي بالي من التغير الطردي والتغير مين التغير العكسي ودي عليهم ما اسئله من الاسئله مهمه بتيجي في الامتحان يبقى انا عندي السي تتناسب مع مين تتناسب مع الدي طالما طيب طرديا يبقى اعرف على طول ان السي بيساوي الدي مضروبه في اي ثابت وليكن اسمه كي مثلا يبقى ده اول حاجه طيب انا دلوقتي بيقول لي عندما تكون المسافه عندما تكون المسافه طب المسافه اللي هي عباره عن مين هنا عباره عن الدي يبقى انا عندنا لما كانت الدي عباره عن 60 التكلفه اللي هي السي كانت ب 35 دولار يبقى لازم استخدم الحاله الاولى هنا او بها عشان اوجد قيمه مين الثابت هو ثابت التغير يبقى انا عندي هنا السي 35 تساوي ال مضروبة في D اللي هي كام عندنا بستين ومن هنا نقدر نحصل قيمة ال K اللي هي عبارة عن خمسة وثلاثين على ستين طبعا لو قسمت على خمسة يبقى البسط بسبعة والمقام بكام باثناش وبالتالي السي بيساوي كام سبعة على اثناش D ودي بالقاعدة العامة اللي أنا أقدر أجيب منها التكلفة مع أي مسافة طب رجع بيقول لي ما هي اوجه التكلفه عندما تكون المسافه كام اه يبقى عندنا ات المسافه اللي هي دي بيساوي 95 يبقى كل اللي بعمل عمليه تعويض يبقى عندنا السي بيساوي 7 على 12 مضروبه في مين 7 على 12 مضروبه في الدي يبقى انا عندي الدي عندنا بكام ب 5 وكام 95 يبقى 7 على 12 في 95 ونشوف تطلع بكام وبالتالي يبقى عندنا ضرب 95 وبالتالي طبعا النتيجه هتطلع عدد عدد عشري يعني هنقول له 7 ضرب 95 وقسم على 12 وبالتالي تقريبا كام 55 فاصل مثلا ايه 42 من 100 من الدولار هذه بالنسبه لمين لطريقه في طريقه ثانيه ممكن احلها بطريقه بسيطه وما فيهاش مشاكل برضه لو قدرت تحل بيها يكون افضل الطريقه الثانيه نخلي بالنا من الطريقه الثانيه طالما عندي تناسب طردي تناسب طردي يبقى إيه نخلي بالنا من الحيوان ايه هي اولا نقدر نستنتج القاعده اللي احنا هنكتبها دلوقتي ايه هي القاعده في الحاله الاولى ان انا عندي مثلا آه لو قلنا واي 1 بيساوي مثلا كي اكس 1 واي 2 تساوي كي اكس 2 دي عباره عن تغير طردي الحاله الاولى والحاله الثانيه طب قسم الاثنين على بعض كده الاحظ الكي تضيع مع الكي وبالتالي احصل عندنا واي 1 على واي 2 يساوي اكس 1 على اكس 2 يبقى اقدر احل احل بيها باستخدام مين القاعده قدام يبقى اقدر اقول عندي سي 1 على سي 2 بيساوي دي 1 على دي 2 طب سي 1 اللي هي التكلفه اول تكلفه اعطالك في المساله اللي هي 35 دولار يبقى انا عندي 5 30 دولار على السي 2 انا انا محتاج السي 2 اللي هي التكلفه في لما تكون المسافه 95 طب ال 35 كانت المسافه بتاعتها بكام يبقى 60 طب السي 2 انا عايز تكلفه عندي المسافه تبقى كام 95 وبالتالي اقدر اقول السي 2 بيساوي ضرب تبادلي دايما الرقمين دولت مع بعض يبقى اذا في البسط ب 35 ضرب 95 على المقام اللي هو عباره عن 60 وفي نفس الوقت لو حسبت بالحسابه هتلاقيها نفس مين؟ نفس النتيجه اللي موجوده عندي هذه طريقتين الطريقه اللي تعجبك حل بيها مش مشكله عندنا اهم حاجه توصل للحل صح شوف سؤال اخر بيقول اذا كانت تتناسب عكسيا مع اكس يا ترى اذا كانت عندنا الاكس بكذا و... آه. هنا تناسب عكسي فاخلي بالي التناسب العكسي الواي تتناسب عكسيا يبقى لازم حاصل ضرب الاكس مع الواي هيعطيني مين؟ يعطيني ثابت يبقى طالما تناسب عكسي يبقى حاصل ضرب الاكس مع الواي يعطيني مقدار ايه؟ مقدار ثابت وبالتالي اقدر اعوض بالحاله الاولى انا عندي اكس بكام؟ ولما كانت الواي بكام؟ اه يبقى اقدر اعوض عن الاكس بسالب 2 مضروبه في الواي اللي هي 14 يساوي قيمه يبقى اذا هنا حصلنا قيمه ال ك بسالب 28 يعني اقول له اكس ضرب الواي يساوي سالب 28 طب هنا بيقول لي ما هي قيمه ما هي قيمه الواي عندما اكس تساوي كام يساوي 4 يبقى اعوض هنا اقول له كده ات اكس ايكوال 4 مثلا يبقى عندنا 4 مضروبة في الواي بيساوي سالب ثمانية وعشرين أقسم على الأربعة أحصل قيمة الواي بكام بسالب سبعة يبقى إذا النتيجة الأخيرة بتاعتي إن أنا عندي الواي بكام الواي يساوي سالب سبعة وبالتالي الإجابة رقم بي طيب هنا نفس الكلام أقدر أحلها بطريقة أخرى زي ما عملنا في التغير العكسي طب نخلي بالنا أنا عندي هنا إكس واي تساوي كي يبقى إذا لو جدي إكس واحد ودي واحد يبقى إذا دي عبارة عن إيه الكي كي طبعا الثابت مش هيتغير في كل الحالات، لأن أنا عندي نفس المسألة، وبالتالي عندنا إكس اتنين وواي اتنين بيساوي كي، أقسم الاتنين على بعض، أحصل إيه؟ إن أنا عندي إكس واحد واي واحد على إكس اتنين واي اتنين هساوي واحد، فطبعا دي ممكن أحلها بالطريقة دي، يبقى أنا أقدر أجول إن عندي إكس واحد واي واحد تساوي إكس اتنين واي اتنين. وممكن كنا عملناها من البدايه اقول دي عباره عن كي ودي عباره عن كي يبقى انا عندي اكس واحد ضرب واي واحد يساوي اكس اثنين واي اثنين وخلص السؤال طيب احل كيف يبقى انا اقدر استخدم استنتج القاعده اللي عندي دي واحل بيها مباشره فيما بعد في التمارين ان انا عندي اكس واحد واي واحد تساوي اكس اثنين واي اثنين طب اكس واحد موجود عندي اللي هي سالب مضروبه في ايه واي واحد اللي هي 14 يساوي اكس 2 اللي هي عباره عن كام؟ عباره عن 4 مضروبه في الواي وبالتالي الواي ايضا بنفس الطريقه اقسم على 4 احصلها كام؟ احصلها سالب سالب 7 وبالتالي الاجابه الصح اللي هي عندنا مين؟ سالب 7. يبقى عندنا طريقة للحل اي طريقه طبعا احنا هنا الكلام ده مش نكتبه في الامتحان انا احفظ القاعده دي فقط يبقى الحل بتاعي في خطوه واحده او تحل بهذه مين؟ بهذه الطريقه ما عندناش اي مشكله. هذا بالنسبه مين؟ بالنسبه لسؤال اخر على موضوع التناسب. سؤال ثاني بيقول لي حلل تحليلا تاما وجايب لي اربع اربع اجابات ويا ترى انهي اجابه فيهم صح هنا لما يقول لي حلل تحليلا تاما يبقى لازم اوصل لاقصى حاجه اقدر اوصلها في عمليه التحليل طب هنا اكس اس 4 ناقص 8 اكس 16 لو لاحظت انت هنا هتلاحظ ان انا عندي جذر ال 16 عباره عن 4 لو ضربتها في 2 يبقى اذا 4 في 2 ب 8 وعندنا دي اكس اس 4 ودي اكس اس 2 يبقى اذا ده مربع كامل او او, أو, أو بنسميها آه بيرفكت سكوير او بنسميها بيرفكت سكوير ودي مربع كامل يبقى اذا مربع كامل يبقى اقدر اعمل قوس اس 2 واحلل طب افرض انا ما عرفتش المربع الكامل يبقى اذا لو انت عارف انها مربع كامل هقول جذر الاول عباره عن اكس تربيع وطالما اللي في الوسط سالب وهي سالب جذر الثاني هو كام 4 وجذري عباره عن اس كام اس 2 طب احل كيف يبقى لازم اعمل قوس برضه كبير كده على اس 2 طب اكس تربيع ناقص 4 دي عباره عن فرق بين مربعين يبقى اكس ناقص 2 مع اكس زائد مين زائد 2 ثم اوزع الاس على هذه الاقواس يعني اكس ناقص 2 تربيع في اكس زائد 2 إيه تربيع وبالتالي الاجابه الصح رقم 1 واحد تاني ما خدش باله انها دي عبارة عن مربع كامل احل كيف يبقى في الحالة دي اما اخد ما اخدت بالي الموضوع المربع كامل فبحل عادي يبقى انا عندي بعمل قوسين عاديين خالص كده اقول انا عندي اكس اس 4 يبقى دي عباره عن اكس اس 2 ضرب اكس اس 2 طب ايه العددين اللي حصل ضربهم 16 اجمعهم يعطيني ثمانية ما عندي غير ان انا اقول ان سالب اربعة مضروبه في سالب كام اربعة طب هنا احلل ده فرق بمربعين يعني اكس جذر الاول وجذر الثاني واحد موجب وواحد سالب نفس الكلام اكس ناقص اثنين واكس زائد اثنين الاحظ ان انا عندي قوسين متشابهين وقوسين متشابهين يبقى نقدر نخليها اكس ناقص اثنين تربيع في اكس زائد اثنين تربيع هو نفس الحل اللي احنا حصلنا عليه من البداية يبقى اي طريقة من الطريقتين ما فيش مشاكل المهم نحل السؤال وبالتالي الاجابة الصحيحة رقم ايه سؤال اخر يقول لي حل لأجل اكس يعني اول ما يقول لي حل لأجل اكس او سولف فور اكس معناها ان انا لازم اجعل الاكس في طرف لحالها طب كيف نجعل الاكس في طرف لحالها اولا انا عندي سالب خمسة لازم احذف السالب خمسة من هنا يبقى انا أضي اقدر اضيف خمسة للاطراف او ارحل باشارة مخالفة وبالتالي عندنا اثنين اكس اقسمها على ثلاثة واي تكعيب هتساوي واحد زائد خمسة تساوي كام ستة طبعا معروف إن دي مقامها كام؟ مقامها واحد هعمل عملية ضرب تبادلي يبقى اثنين إكس هضربها في الواحد يعطيني اثنين إكس تساوي الثلاث أضربها في الستة أحصلها 18 واي أس مين أس ثلاثة. أنا بقول لي حل لأجل إكس أو سولف فور إكس يبقى لازم الإكس تكون لحالها هنا في اثنين معاها يبقى لابد من القسمة على مين؟ على اثنين وبالتالي الإكس بيساوي تسعة. واي اس مين اس 3 وكده انا حليت المساله واقدر احصل على النتيجه النهائيه اللي هي رقم سي هذه سؤال من الاسئله البسيطه والظريفه يا ريت نخلي بالنا من النوعيات البسيطه اللي ساغله وما تاخدش معنا وقت يعني نهائي في الامتحان سؤال اخر برضه بيقول اي من الرسوم البيانيه التاليه يمثل مجموعه حل المتباينه التاليه يبان عندي متباينه عايز مين يمثل الحل الخاص بها فانا انا كل اللي بعمله احل المساله اللي عندي افضل أنا عندي هنا مثلا هقول سالب أربعة إكس زائد اثنين أقل من اثنين إكس ناقص كام سبعة طالما لقيت المتغير موجود في الطرفين رحل المتغير من ناحية اليسار ورحل الأرقام من ناحية مين ناحية اليمين بس خلي بالك من عملية الترحيل لأن بنغير الإشارة وبالتالي سالب أربعة إكس هنا موجب اثنين إكس هتجي لها بسالب اثنين إكس اقل من او اقل من لي سالب 7 ارحل معاها الس... الموجب 2 تروح بكام بسالب 2 وبالتالي اصبح عندي هنا سالب ستة اكس اقل من سالب كام اقل من سالب تسعة هنا طبعا هنقسم على مين على سالب ستة وهنا يا ريت ننتبه للموضوع ده لان انا عندي هنا القسمة على عدد سالب او الضرب على عدد سالب لابد من الانتباه أننا اغير هذه العلامة علامة التباين يبقى اذا احصل هنا سالب ستة ستة ادنا واحد يبقى اكس ولكن علامة التباين لابد من تغيير اتجاه طب سالب تسعة على سالب ستة اللي هي عبارة عن تلاتة على اتنين يعني واحد ونص واحد وكام واحد ونص وبالتالي الاكس اكبر من كاب اكبر من واحد ونص يبقى لو رسمت رسم سريع لحالي كده ادي عندنا الواحد ونص وعندها دايره مفتوحه طبعا عشان فيش علامه يساوي ومتجهه الى ايه الى اليمين يبقى طالما متجه الى اليمين يبقى اذا رقم سي غلط ورقم دي غلط يبقى ضل عندي رقم مين A و طب يا ترى انه فيهم صح انا عايز واحد ونص هنا الاولى عندي اثنين ونص اما الثانيه عندي واحد ونص الاولى عندها قوس مغلق الثانيه عندها قوس مفتوح يبقى اذا الاجابه الصحيحه رقم مين طبعا اللي هو رقم B هذا بالنسبة مين؟ بالنسبة لنوعية أخرى من الأسف سؤال بيقول لي أوجد المسافة بين المقطعين X و Y للخط المستقيم ودي مسألة ظريفة جدا نخلي بالنا منها المسافة يعني ما بين المقطعين يعني مثلا أنا حصلت مثلا مثلا المستقيم بالطريقة دي مثلا فأدي مقطع هنا بس دي بنسميها Y intercept اللي هو مقطع Y وهنا بنسميها X intercept اللي هو مقطع مين؟ مقطع إكس. عايز المسافة اللي بينهم يعني يا ترى الضلع ده بكام؟ هذه معناها المسافة اللي بين مقطع واي ومق... ومقطع مين ومقطع إكس. طب أجيبها إزاي؟ يبقى لازم أحصل النقطتين، أحصل النقطتين. تعال نحصل النقطتين إزاي؟ عشان أقدر أجيب إكس إنترسبت بحاجة بسيطة جدًا اللي هي عبارة عن إيه؟ نعوّض اللي عن الواي بكام؟ عن الواي بصفر. لو انا عوضت الواي بصفر يبقى حصل سالب اتنين اكس يساوي عشرة وبالتالي قيمة الاكس بيساوي سالب خمسة يعني اول نقطة عندي عبارة عن سالب خمسة ومين وصفر عشان احصل واي انترسبت يبقى كل اللي بعمله بعوض على الاكس يساوي صفر وبالتالي يبقى عندنا خمسة واي لانها تعود بصفه خلاص بتلغي الاكس خالص وبالتالي خمسة واي يساوي كام عشرة يعني قيمه الواي بيساوي كام بيساوي 2 وبالتالي النقطه الثانيه عباره عن كام وكام عباره عن اللي هي عباره عن صفر و طبعا في الحاله دي المسافه طالما النقاط تقع على تقع على المحاور يبقى اقدر اقول ان مربع قيمه اكس ومربع قيمه واي هنا قيمه الاكس ب سالب 5 وهنا قيمه الاكس بكام عندنا قيمة الواي ب 2 او اطبق القاعده عادي اللي هي عباره عن اكس 2 اكس 1 تربيع زائد واي 2 واي 1 تربيع يساوي الجذر التربيعي تلاحظ ان عندنا هنا دي عباره عن اكس 1 وواي 1 هنا اكس 2 وواي 2 يبقى انا اكس 1 يبقى اقوله صفر يبقى عندنا صفر اكس 2 ناقص بس هنا فيها سالب تتحول الى مين؟ الى موجب يبقى موجب 5 تربيع زائد 2 ناقص 0 تربيع يعني الجذر التربيعي بالاله الحاسبه الاقيها طبعا دي 25 ودي 4 25 زائد 4 يساوي كام؟ يساوي 29 وبالتالي الاجابه الصحيحه اللي هي مين جذر 29؟ النوعيه من الاسئله سؤال هنا في الهندسه عن موضوع التوازي بيقول اذا كان الخط ال موازيا للخط ام يبقى عندنا الخط ال والام خطين متوازيين ودين نخلي بالنا منهم لان فيها معلومات كثيره وبالتالي هنا نخلي بالنا وعندنا كمان خط الخط, الخط N اللي هو الموجود عندنا عباره عن خط قاطع لهم طالما خط خطين متوازيين وخط قاطع عليهم يبقى عندي بعض الاشياء او بعض العلاقات ما بين الزوايا لازم نخلي بالنا منهم ايه هي مثلا انا مثال عندي زي الزاويه اللي هنا دي كده اقدر اقول عليها فيرتكس مع مين مع الزاويه اللي هنا يبقى اذا دي زاويه متقابله بالراس متساوية في القياس الزاويتين طبعا دول طالما عندي خط مستقيم وقطعهم يبقى اذا دي زاويه مستقيمه يبقى المفروض مجموعهم 180 طب انا عندي في توازي يبقى في زوايا متبادله يبقى انا عندي الزوايا المتبادله متساويه في القياس يبقى اذا الزاويه اللي هنا بتساوي الزاويه هنا برضه آه عمليه تبادل الزاويه اللي هنا برضه نفس الكلام اللي هي مثلا لو انا سميتها زي زاويه رقم واحد تساوي آه الزاويه رقم كام؟ تساوي الزاويه رقم اثنين وهكذا يبقى انا عندي عده علاقات مهمه جدا مع عمليه مين؟ عمليه التوازي طب انا عندي الواحد تساوي 46 يعني معناها الزاويه اللي هنا تساوي كام اساسا؟ تساوي 46 درجه طب الزاويه هنا دي هم الاثنين متساويين يعني دي 6 وكام 46 ايضا درجه يبقى اذا حصلنا هنا حصلت هنا الزاويه اللي هنا اصبحت كام اللي هي 46 باستخدام عمليات التبادل والكلام ده من خلال القاعده اللي موجوده عندي يبقى اصبحت عندي 4 اكس ناقص 30 تساوي كام تساوي 46 يبقى انا عندي 4 اكس ناقص 30 تساوي 46 درجه أرحل بإشارة مخالفة يعني ستة وأربعين زائد ثلاثين، وبالتالي أربعة إكس يساوي كام؟ ستة وسبعين. أقسم على الأربعة يبقى سبعة تقسم أربعة يبقى واحد وهيزيد عندنا ثلاث، ستة على أربعة يعني كام عندنا؟ اللي هي كام؟ تسعة، وبالتالي إذا 19، يبقى قيمة الإكس تسعة 19. أذا إحنا حصلنا قيمة مين؟ قيمة الإكس. طبعًا عايز أحصل قيمة الواي. طب احنا لسه جايلين ان اذا لو انا قلت العددين دولت مثلا او الزاويتين اللي هنا اللي جنب بعض متساوية مجموعهم 180 او اقدر اقول الواي زائد 46 اللي حصلناها هنا ايضا ب 180 وتم... يبقى عندنا اكس عندنا قيمه الواي زائد 46 هتساوي ال 180 درجه وبالتالي قيمه الواي بيساوي 180 ناقص 46 يعني هتبقى عندنا كام؟ 144 و... 30 درجه ويبقى كده المسافه يبقى عن طريق العلاقات ما بين الزوايا الناتجه من تقاطع مستقيم مع مستقيمين متوازيين يبقى نخلي بالنا نقدر نحل هذا السؤال وبالتالي نخلي بالنا اذا كان عندنا مستقيمين متوازيان هتلاحظ ان انا عندي ممكن تبقى حرف زد زي كده دي بنسميها زوايا متبادله ممكن نلاقي زوايا بالمنظر ده كده دي اسمها زوايا متناظرة او الزوايا متناظرة متساوية في القياس والزوايا المتبادلة ايضا متساوية في القياس لو انا عندي زوايا بالطريقه دي كده داخليه ما بين الضلعين المتوازيين، دايما لازم يكون مجموعهم كام؟ يكون مجموعهم 180 درجه. هذه بعض العلاقات اللي نخلي بالنا منها عشان نقدر نحل هذه النوعيه من الاسئله. بيقول لي اي من المعادلات التاليه يمثل الرسم البياني الموضح؟ هنا مثلا معناها ايه دي؟ تتقاطع مع ايه محور اكس يبقى جزر من جذور، يبقى انا عندي جزر من جذورها عند الأي والبي والسي ولكن اولا عندنا هنا اكس يساوي ايه كم جذر عندي هنا عندي اكس يساوي ايه نخلي بالنا هنا طالما المنحنى يمس محور اكس اعرف مباشره ان هنا فيه جذر مكرر ريبيتد يبقى عندي ريبيتد روتس يبقى ايه جذر مكرر يعني يعني مكرر يعني ممكن يبقى مرتين يبقى ثلاثه يبقى اربعه وهكذا احنا دايما بناخد اقل حاجه طبعا احنا ناخد الاقل دايما اللي نقول عليها اثنين يبقى اذا اعرف على طول ان هنا القيمه مكرره مرتين على الاقل طب هنا عندنا الاكس يساوي كام؟ الاكس يساوي بي طب هنا قيمة الإكس يساوي كام؟ الإكس يساوي مين؟ سي. عشان أقدر أجيب المعادلة كل اللي بعمله أنا عندي أصبح ثلاث أقواس، أنا عندي إكس يساوي سي وعندنا إكس يساوي ب، وعندنا إكس يساوي إيه ولكن دي مكررة مرتين، أرحل هنا بإشارة مخالفة أحصلها إكس ناقص سي ودي أول قوس، ارحل البي بشاره مخالفه يبقى ثاني قوس اكس ناقص بي ارحل دي بشاره مخالفه الاي يبقى اكس ناقص مين ايه ولكن احنا قلنا عند الاي هنا المنحنى يمس محور مين محور اكس وبالتالي على الاقل يكون عندنا على جذرين يعني مكررين يبقى لازم اعملها على اس كام اس 2 وبالتالي الاجابه الصحيحه اللي هي مين عندنا الاجابه الاخيره عندنا اي اكس آه اكس ناقص اي تربيع وين اكس ناقص بي وين اكس ناقص سي هذا بالنسبة مين؟ بالنسبة للسؤال نيجي سؤال آخر بيقول لي هرم قاعدة مربعة الشكل عبارة عن هرم مربع الشكل ولكن دي عبارة عن إيه الضلع بتاعها كام؟ 60 بوصة يعني 60 إنش ونفس الكلام 60 إنش ارتفاع الهرم بيقول لي كام؟ ارتفاع الهرم عبارة عن 84 إنش نخلي بالنا هو عاطيني هنا القيا... القياسات بالبوصه ولكن هو بيقول هات لي الحجم بالاقدام يعني هنا مديني بيقول لي الانش 60 انش 84 انش, أه، إنش. وبعد كده بيقول لي هات لي الفوليوم ان cubic فيت يبقى لازم نخلي بالنا ونعرف العلاقه ما بين القدم والفيت القدم والانش فنخلي بالنا طبعا معروف ان واحد قدم 1 فيت ايكوال 12 A 12 انش يبقى عشان احول من قدم الى انش لازم اضرب في 12، عايز احول من من انش الى قدم يبقى بقسم على 12، وبالتالي اقدر اقول له انا عندي الستين اللي هي طول ضلع القاعدة الخاصة بهذا الهرم يبقى عبارة عن كام؟ ست دي عبارة عن ستين انش، عبارة عن اقول له ستين اقسمها على 12، يعني بيساوي كام؟ خمسة قدم. نفس الكلام، أربعة وثمانين انش. كام؟ يبقى قسم ال 84 على 12 يبقى أحصلها سبعة ايه؟ قدم وبعد كده ابدا اجيب الحجم يبقى اذا الفوليوم حجم الهرم عباره عن ثلث مساحه القاعده في مين؟ في الارتفاع. ولكن انا عندي مساحه القاعده على هيئه مربع يبقى انا لازم اكون عارف مساحه المربع. مساحه المربع يساوي طول الضلع في في نفسه او طول الضلع اس 2 على حسب ما انت عايز تكتب وبالتالي اقول الكلام ده بيساوي 1 على 3 طول الضلع عندي ما اصبحش 60 انا عايزها بالاقدام يبقى لازم استخدم مين عندي استخدم الخمسه قدم يبقى دي 5 اس كام 5 اس 2 الارتفاع 84 لا انا عايزها بالقدم يبقى اذا انا هستخدم مين السبعه يبقى اذا في الحاله دي يبقى عندنا 7 ضرب 25 يعني 100 75 على مين على ثلاث وبالتالي طبعا دي هتبقى قدم مكعب قدم مكعب وبالتالي الاجابه الصح هي رقم ب هذه بالنسبه لسؤال اخر من الاسئله الموجوده عند. وكده يبقى احنا خلصنا الحلقه السادسه من مراجعه دروس الامسات ان شاء الله نلقاكم على خير في حلقه اخرى مع تمارين منوعه اخرى وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته